السلام عليكم، معكم ياسين راي. ان شاء الله اليوم الحصه غادي تكون مقسومه لجوج ديال الفقرات. الفقره الاولى غتكون خاصه بالاحماء والتسخينات، والفقره الثانيه غادي يكونوا فيها حركات ديال عضلات البطن. ونبداو على بركه الله. ما تنساوش تدعمونا بزر لايك وبارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي ممكن يستافدوا من هذه الحركات ومن هذه الحصص اللي كنحطوا على القناه ديالنا. غادي نقومو ان شاء الله بكذا ديال الحركات التسخينيه اللي غادي نسحبو بها مجموعه من المفاصل ومجموعه من العضلات باش يوقع احماء، باش ما نتوقعناش اصابه اثناء التمرين. وما تنساوش تخليو لي الاقتراحات ديالكم والاسئله ديالكم والاراء ديالكم في لي كومونتير ديال الفيديو. حاولوا يمكنكم تصيفطوا عليا الرقم ديالي في الواتساب. كما كتشوفوا هذه الحركه الجانبيه اللي خدمنا عليها دابا هي حركه كنستهدفوا بها يعني العضلات ديال الساقين والافقاد. بالنسبه لكاع الناس اللي عندهم يعني ترهلات على المستوى ديال البطن يعني السفلي او الجانبي، يعني كنصحهم بشده بهذه الحصه هذه ويحاولوا يديروها ما امكن على الاقل 3 مرات في الاسبوع او 4 مرات في الاسبوع على الاقل. الى يعني كان الانسان مجتهد وكان ممكن ان يديرها يوميا، يعني حصه ديال تقريبا 10 دقائق او لا ما كانش يديرها مره في النهار، يعني غادي يكون النتائج جد مرضيه وغادي يلاحظ يعني الفرق من بعد يعني مرور واحد المده ماشي كبيره بزاف، مده قصيره ان شاء الله يلاحظ الفرق. بطبيعه الحال مع الاهتمام ديالو يعني بالنظام الغذائي ديالو الواقع نترينيو ضروري خصنا نراقبو شنو كناكلو شنو السعرات اللي كندخلو، حتى الى يعني ترينينا وتدربنا يعني بجد يعني بواحد الرغبة وكان يعني كان النظام الغذائي ديالنا غير ملائم، بطبيعة الحال راه النتائج ما غاديش تكون مرضية وما غاديش يعني تبان الثمار ديال داك العمل والمجهود اللي كنقومو به اثناء التمرين. هذه المجموعة الثانية كنعاودو بالتكرار الحركات للمرة الثانية باش يوقع إحماء كامل لجميع العضلات والمفاصل ديال الجسم. غادي إن شاء الله غادي تكون آخر حركة باش غادي نبداو إن شاء الله التمارين ديال البطن. حاولت اليوم ندير لكم تمارين ديال البطن، حاولت نقصو كاع يعني المناطق ديال البطن، يعني البطن الجانبية ولا البطن السفلية ولا البطن العلوي، يعني تكون تمارين غنخدمو فيها البطن كامل. الان سالينا حركات تقنية كيف ما قلت لكم، ما تنساوش ديروا ابوني بالنسبه مثلا ابونيين وبارطاجيو وديروا لنا لي لايك باش يعني تشجعونا باش نستمروا. يعني هذه حركه يعني حركه مركبه، فجوج ديال الحركات حركه واحده كنخدموا على يعني الساق ديالنا العضلات ديال البطن السفليه، وفي نفس الوقت كنخدمو بيدينا والكور ديالنا الفوقاني كنخدمو العضلات ديال البطن الجانبية. كنديرو 20 ثانية تكرار وكنرتاحو 10 ديال الثواني وكندخلو الحركة الثانية. هنا كنخدمو بالساقين ديالنا، يعني هي حركة مركبة من جوج ديال الحركات. كنخدم بالساقين ديالي، يعني دائما عضلات البطن السفليه بالساقين تنخدمهم، وبالنسبه لهذه الحركه هذه كنخدم بها يعني عضلات البطن الوسطى كذلك 20 ثانيه وكنرتاح 10 ديال الثواني. غنديروا مجموعه مكونه من 4 ديال الحركات، كنخدم 20 ثانيه ونرتاح 10 ديال الثواني، وغنعاود هذه المجموعه غير جوج المرات. بالنسبه يعني للناس اللي متقدمه في المستوى ديالها يمكن تعاود المجموعه كنبداو من جوج ديال المرات، يمكن نعاودها 3 4 حتى 5 المرات، يمكن نعاود مجموعة كاملة يعني 4 الحركات كاملين كنعاودهم. هذه الحركة الثانية، الحركة الثالثة عفوا، وكنخدم بها كنخدم بها يعني البطن العلوية 100%.
طيب غادي ندخلوا الحركه الرابعه بعد ما نتاهوا 10 ديال الثواني ضروري نتاهوا ما بين الحركه والحركه. غادي نخدموا يعني عضلات البطن الجانبيه وكنحاول ما امكن شويه كنطوي الكود ديالي كنحاول نهبط شويه بيدي هنا كنركز مزيان على عضلات البطن الجانبيه كنحاول نشد الساق ديالي هنا لحد الان كملنا المجموعه كامله 4 ديال الحركات غادي نعاود الحركه الاولى اللي كنا خدمنا بدينا بها في الاول كيف ما تلاحظوا دائما كنخلي واحد الريج محطوطه في الارض باش نحط بها التوازن ديالي والرجل الاخرى كنطلقها باش نضغط على العضلات ديال البطن السفليه ودائما الضرب ديالي نحاول يكون مائل نسبيا او من غير جالس غنفتحو كذلك 10 ديال الثواني وغادي ندخلو للحركة الثانية. هاد الحركات يعني اختاريت كل يوم واحد الحركة اللي هي حركة قوية وذات فعالية يعني بالنسبة حتى للناس يعني اللي كنقولو محترفين يعني في الجانب الرياضي يعني كيحاول صعوبة في هاد الحركات هادو. كما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار يمكن تخدموا جوج ديال المجموعات يمكن ديروا نحتاج مجموعات وكذلك بالنسبه للمده الزمنيه يعني في هذه الفيديو هذا كنخدموا 20 ثانيه وكنتبعوا 10 ديال الثواني بالنسبه للمده الزمنيه بالنسبه للناس اللي متقدمين في التدريب يمكن لهم يزيدوا في المده الزمنيه ويديروا 20 يديروا 30 ثانيه ديال الخدمه وديال التمرين ويرتاحوا 10 ديال الثواني. كن على يقين يعني الا داومنا هاد هاد يعني هاد الحصه هادي اللي داوم فيها واحد المده اللي ما كتفوتش 30 يوم يعني شهر وما كتقلش على 15 يوم يعني ما بين 15 و 30 يوم واحترمتي النظام الغذائي ديالك حاولتي تاكل يعني حوايج اللي يعني ما غيكونش فيهم سعرات حراريه عاليه حاولتي تاخد يعني سعرات حراريه اللي ترتاح لها ان شاء الله غتكون نتائج جد جد مرضيه. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتبارطاجيو.